نظمت المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة حفل استقبال الطلبة الجدد في إطار أسبوع استقبال الطالب المنظم تحت شعار تواصل مرافقة انفتاح واندماج. اليوم الهدف العام من هذا الحفل هذا هو الالتحاق الطلبه الجدد بالمدرسه ديالهم لمعرفه الاطر والمسالك اللي كاينه في المؤسسه. وشكل اللقاء مناسبه لتعريف الطلبه الجدد بالتكوينات والعرض البيداغوجي للمؤسسه من اجل تمكينهم من الاندماج السلس بالمنظومه البيداغوجيه والحياه الجامعيه الجديده وانجاح الدخول الجامعي الحالي. ويهدف أسبوع استقبال الطالب إلى مساعدة الطلبة على الاندماج في الحياة الجامعية وتعريفهم بالآفاق التي تتيحها المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان بابن ملالة.